رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو إن الفترة الوجيزة التي أمضاها في السلطة قبل إلغاء نتائج الانتخابات كشفت عن وجود حجم فساد هائل وميزانيات تصرف على المسؤولين. أضاف في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أنه سيكشف بالأدلة عمليات الإنفاق ببذخ في إسطنبول ما أدى إلى تراكم الديون في المدينة لتصل إلى 26 مليار ليرة. أوضح إمام أوغلو أنه اكتشف أن 60% من ميزانية إسطنبول يتم إنفاقها بواسطة شركات خاصة يديرها داعمون لأردوغان ولحزبه. ما زلنا في الشأن التركي ونستعرض مع حضراتكم ما ذكره رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو الذي أعلن أنه سيعاد انتخابه أو انتخاب بلدية إسطنبول مرة أخرى، طبعا في خطوة لاقت اعتراضا من المجتمع الدولي. أبرز ما ذكره أكرم بأن لجنة الانتخابات اختلقت عذرا واهيا لإبطال فوزي ببلدية إسطنبول نزولا عند رغبة نظام أردوغان. أيضا قال أكرم أوغلو إعادة انتخابات بلدية إسطنبول ضربة للديمقراطية وانقلاب عليها. وقال أيضا إن جولة إعادة انتخابات إسطنبول ستكشف عن مدى وقوف الناخبين معنا رفضا للظلم الذي يمارسه نظام أردوغان. قال أيضا إن الوضع الذي وصلت إليه تركيا من حيث الديمقراطية كارثي ومؤلم. وقال أيضا إن وكالة الأناضول تلاعبت بنتيجة انتخابات البلدية ولم تلتزم الحياد.